لم يستخدم رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني الذي أدين مرة أخرى بالسجن لمدة سنة واحدة في محكمة الاستئناف في ميلانو جميع أوراقه، إذ يعلق تطبيق العقوبة لاحتمال لجوء محامي بيرلوسكوني إلى محكمة تمييز. بيرلوسكوني المتهم بالتهرب الضريبي في قضية ميدياسيت منع من تولي أي وظيفة عامة لمدة 5 سنوات. محامي بيرلوسكوني نيكولو جيديني انتقد قرار محكمة ميلانو ووصفه بالحكم المسبق، وقال الحكم الصادر سيء للغاية، ونحن مقتنعون أن محكمة الاستئناف ستصدر حكما مماثلا، ومن غير المنطقي الحكم على شخص ما لم تعد له صلة مع إدارة أعمال الشركة. وبموجب القانون الإيطالي لن يقضي بيرلوسكوني أي فترة عقوبة لحين استنفاد كل درجات الاستئناف، وربما تبطل محكمة أعلى درجة الحكم. موريتزيو بيلاكوزا محامي جنائي وأستاذ القانون في جامعة لويس يقول: إذا أكدت المحكمة العليا هذا النوع من الإدانة، التنحية من المناصب العامة سيكون له أثر فوري، وهو ما يعني أن بيرلوسكوني سيخسر فورا دوره كنائب وأي وظيفة عامة أخرى. بيرلوسكوني متهم بزيادة أسعار حقوق بث الأفلام التي تم شراؤها عبر شركات وهمية كان يملكها لدى إعادة بيعها إلى مجموعته ميدياسيت.